من الأهرام، وزي ما بقول نلتزم بالبيانات الحكومية اللي بتطلع من الحكومة، بتطلع من أجهزة الداخلية، اللي بتطلع من الخارجية وهي المكلفة الآن طبعا بالتعامل بشكل أساسي ورئيسي مع قضية ريجيني. هنكتفي منها وهنكون حريصين جدا الحقيقة في أي تعليقات جانبية، لأنه كفايانا بقى ومش عايزين الموضوع يكبر أكتر من كده على الأقل من ناحيتنا. من الأهرام سليمان، رفضنا طلب إيطاليا بتقديم سجل مكالمات مناطق تواجد ريجيني لأنه مخالف للدستور. قال مستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد ورئيس الوفد القضائي الذي زار روما أخيرا أن الجانب المصري رفض الطلب الإيطالي موافاته بسجل مكالمات جميع مناطق تواجد ريجيني منذ اختفائه، لأن ذلك مخالف للدستور وليس من قبل التعنت. وقال إن هناك نحو 596 ألف ملف على الحاسوب الخاص بالمجني عليه، وأوضح أنه تبين للنيابة العامة مسح المشاهد التي التقطتها كاميرات للمجني عليه بالدقي، ونسعى من خلال الشركة المنتجة لاسترجاع تلك البيانات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لفريق تحقيق النيابة العامة الذي زار روما مؤخرا بشأن مقتل ريجيني. وكان ريجيني قد اختفى في 25 يناير الماضي، وعثر على جثته بها آثار تعذيب ملقاة على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. معنا على الهاتف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام. دكتور أيمن صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. بناء على تصريح المستشار مصطفى سليمان يا فندم بأنه الجانب المصري رفض طلب إيطاليا بتقديم سجل مكالمات مناطق تواجد ريجيني لأنه ده مخالف للدستور، هل بالأساس هذا الطلب طلب دستوري أو طلب قانوني أنه دولة تطلب من دولة أخرى مهما كانت القضية محل البحث أن تقوم بتفريغ سجل مكالمات أشخاص أخرى غير معنيين بالقضية أو يعني بدون شخص المجني عليه نفسه؟ إذا كانت إيطاليا وبموجب مقتضيات التعاون الدولي وليس كما تحدث أمس السيد النائب العام المساعد وفق قواعد المجاملة والمعاملة بالمثل، التعاون الدولي مبدأ من مبادئ القانون الدولي، والتزام مصر القانوني بالتعاون مع إيطاليا والتزام إيطاليا بالتعاون مع مصر وأي دول في الأمم المتحدة هو التزام دولي وواجب على الدول أعضاء الأمم المتحدة. دي واحد. المسألة الثانية، إذا كانت الطلبات من الدولة الطالبة إيطاليا إلى الدولة المطلوب منها مصر بالوفاء والمد بمعلومات أو بيانات هي ضرورية وذات صلة ومستعجلة من أجل كشف حقيقة ملابسات حادث مثل ذلك، وطالما هذه الوثائق أو البيانات أو المكالمات لا تمس الأمن القومي المصري ولا تهدد المصالح الحيوية للبلاد ولم يتم تصنيفها من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة سابقا بأنها ما بين قوسين سرية، فمقتضيات التعاون ومقتضيات الحفاظ على هيبة وشرف وكرامة الدولة وحفظ مائها ومن أجل أيضا محو أي اتهامات وانتقادات لسلطات الدولة، أنا من وجهة نظري القانونية كان من الواجب حل أو تسوية هذه المسألة الخلافية التي كانت منذ اللحظة الأولى منذ تحديدا شهر ونصف، وليس كما تحدث السيد النائب العام المساعد ومع كل الإجلال والتقدير له ولجهده وزملائه، هذه المسألة لم تكن مفاجئة للوفد المصري، ولكن هذه المسألة اللي هي البيانات والكاميرات وغيرها حضرتك بقالها بالضبط شهر وأسبوع. طيب كاميرات يا فندم وبيانات ترصد مكالمات الشخص نفسه الضحية نفسه أو دخوله وخروجه كل ده متفهمينه، بس حضرتك لفت نظري في كلامك أنك بتقول طالما الطلبات اللي طلبها الجانب الإيطالي دي ما فيهاش إضرار بالأمن القومي المصري فكان المفروض نوافق، بس هي فعلا يا فندم فيها انتهاك لخصوصية المواطنين،
يعني رصد المكالمات الهاتفية اللي هم طلبوها دي بكل المنطقة المحيطة، هيبقى فيها بقى عشرات ربما مئات أو آلاف حتى المكالمات الهاتفية بين مواطنين تانيين أو تجارة أو أشخاص بيتكلموا أو شخصيات عامة أو مواطنين عاديين، فده في انتهاك يا فندم لخصوصية المواطنين. قد يكون ذلك الدفع سديد تماما وعلى وجه الإطلاق إذا كانت هذه القضية داخلية وطنية داخل حدود الدولة. أما وأصبحت المسألة قضية رأي عام، فكان عام عالمي وليس إيطالي، عالمي، وصدر ضد مصر أخطر قرار عاجل من البرلمان الأوروبي في 10 مارس في ذات القضية، اللي وسائل الإعلام للأسف والبرلمان المصري للأسف يتحدثون أنه بيان عن البرلمان الأوروبي، كان حريا على السلطات المصرية والإيطالية أيضا التوصل إلى حل وسط في مسألة هذه المكالمات، حتى إذا كانت تتمتع بالحق في الخصوصية وفقا للدستور المصري. دعيني من فضلك في نصف دقيقة، دعيني أؤكد أن المحكمة الخاصة بلبنان وهي محكمة مدولة أنشأها مجلس الأمن، تقريبا كشفت مكالمات هاتفية وفحصتها للبنانيين في لبنان وغير لبنانيين على مدار 4 أعوام، وربما أكثر من 30,000 أو 50,000 مكالمة. الخطأ الوحيد الأكبر خطأ وقعت في مصر هو خطأين: أول حاجة البطء في التعاون مع إيطاليا، تاني حاجة يا فندم إن مصر استعجلت وفهمت إن لازم توافق إيطاليا غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع بكل ملابسات حادث وفقا للسلطات الأمنية الجنائية المصرية هو معقد. إلى أي مدى وصلنا لوضع معقد الآن يا فندم على أرض الواقع في هذه القضية؟ واحنا مش عايزين بأي حال من الأحوال، احنا برضو يا فندم بأي حال من الأحوال مش عايزين نخسر إيطاليا، هي زي ما ذكرت في الأول دولة صديقة طبعا، ويهمنا التعامل معها على كل المستويات، وفي نفس الوقت برضو يا فندم ما نحبش أي حاجة تمس السيادة بتاعتنا، وإحساس برضو أنه في جهات بتفرض عليك يعني طلبات معينة، ده كمان حاجة بتضايقنا على المستوى الشعبي حتى قبل ما يكون على مستوى القيادة السياسية والحكومة. فبتشوف يا فندم إلى أي مدى وصل تعقد الأمر الآن؟ الأمر خطير، الأمر معقد، وإيطاليا لم تكتفي بسحب السفير أو عفوا استدعاء السفير للتشاور. مسألة استدعاء السفير للتشاور هو أقصى وأشد درجات الاحتجاج الدبلوماسي والقانوني في الأعراف والعلاقات الدولية. ولكن أنا مش عايز أقول يعني عفوا يعني لا قدر الله إيطاليا والاتحاد الأوروبي ممكن أن يتخذوا تدابير نحن لا نريدها، وزي ما سيادتك قلتي إيطاليا أكبر دولة أوروبية مستثمرة في مصر، إيطاليا هي عراب ثورة 30 يونيو 2013 إلى كل أوروبا، ومفيش حد ينكر أن أكثر رؤساء العالم قبل العرب حماسة وعاطفة وتأييدا لثورة 30 يونيو كان رئيس وزراء إيطاليا في مؤتمر الدعم الاقتصادي لمصر في شرم الشيخ. أنا بشكرك يا فندم جزيل الشكر دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام.